كان في شارع رئيسي عند باب الولد، فلحق مستوطن عمل مع حادث تجاوز عنا فأطلق النار عليه بجنبه، يعني ما بدون ما يأذي، يعني كان تصاب براسه. أيام بعيدة كان، يعني كان في البيت يظل ما يطلع من البيت ما يغادر، طيب وقول لي أنا في البيت، أنا أتصل عليه في البيت لحاله، أتصل يقول لي أنا في البيت نايم ما بطلع، طيب هلا طلع هو استغراض لابنه ولا مرته، رجعتها التقى مع المستوطن هذا اطلق النار عليه بدون اي ذنب. يعني انا بقول هذا احنا وكاننا مع عدو غاشم لا بعرف لا دين ولا ضمير، يعني بطلق النار على الاطفال على النساء على الرجال بدون اي ذنب. طيب وانا بقول الله يعين اهل غزه كمان على اللي بصير فيهم، وابني شهيد بكافه الشهداء من شهداء غزه وكل الضفه الغربيه، نحمد الله ونشكره على حال الحال.